السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناة محمد جعيتي. إن شاء الله بإذن الله في هذا الفيديو غادي نطرقوا إلى بعض المواقع التعليمية الخاصة بتعلم البرمجة. كيفما كتعرفوا أن البرمجة هي مهنة المستقبل ومهنة الحاضر أيضا، والأغلبية ديال الشباب كيقلبوا على المواقع التعليمية اللي غادي تخول لهم يتعلموا البرمجة بسهولة. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نكتشفوا المواقع اللي غادي تخليك تعلم البرمجه بسهوله. الو، على بركه الله اكتشفوا المواقع الخاصه بتعلم البرمجه. دونك الموقع الاول هو بيت دوغري او بيان بيت ديغري. الو كيقولوا عليه بانه is a great place to learn to code for free. دونك عباره عن منصه خاصه بتعلم البرمجه او الكودين بالمجان. دونك غنكتشفوا هاد المنصة وهاد الموقع. دونك الاوريل ديالو هو bitdegree.org. دونك كتشوفوا التايتل كريبتو از نيو ديجيتال ليرن ات. دونك il y a la possibilité de learn aussi le crypto money. دونك courses certificate and tutorial from the leader in blockchain and crypto. دونك tout simplement هنا كاينين دي كور for free, tout simplement des cours for free. Donc il a besoin de t'allem la cryptocurrency ainsi de suite. Donc on a un chauffeur le cursus khassa bi t'allem al barmaja. Donc remchi ou la page de les cursus, on a qu'il y a des cours yani khassin bl crypto et blockchain. Kinin free ou kinin bl flous. Alors Naya digital skills, je pense que l'analyse que je fais avec vous dans ce site. On digital skills. Naya cryptocurrency, c'est quelque chose, yani chi haja avancé. Là, je pense que nous pouvons le trouver. On digital skills, on va coding et programming. On va trouver les cours. Voilà. Naya learn JavaScript in 1 hour. Donc c'est 4 $, c'est pas cher. Et d'ailleurs aussi CSS ainsi de suite. On a qui a plusieurs choses, Python, create an app without coding. Non. Voilà, qui a plusieurs cours. Donc ada le premier site. Alors passons le deuxième. Le deuxième c'est Code Academy, hadi ma'roufa. هذا لو سيت هذا بلاتفورم معروف. دونك كود اكاديمي يسفي انك تكري ان كونت ابري كاينين بليزيور بات. باغ اكزومبل نشوفو لو بات ديال كمبيوتر ساينس. لو بات او بيان البات ديال كمبيوتر ساينس غنلقاو فيه بايثون كوماند لاين جيت داتا ستراكتور اند مور. دونك هنايا كاينين لي بروجي كاين qu'il y a plusieurs yani steps. Par exemple هنا شنو نلقى introduction to programming, data structure and algorithms, database, computer architecture, discrete math, فيها شوية ديال المات. Et voilà. Donc هنا il suffit انك تكريي لو كونت ديالك. Il suffit انك تكريي لو كونت ديالك وغادي تستافد من لي كور لي بروبوزي باغ هاد لو سيت هذا. Alors passons à le troisième, c'est Coursera. Coursera aussi c'est معروف جدا. Donc Coursera donc حتى هو غتكري لو كونت وغتلقى فيه دي كور. كاينين دي كور تخلصهم كاينين كور غراتوي. دونك اكسبلوري شوف هنايا كورسيرا سي بيرمون ديدي بور لي ستوديون اللي كيقراو في يونيفرسيتي. حيت لا بلوبار ديال لي يونيفرسيتي كي يونيفرسيتي باردون كيديرو كولابوراسيون مع هاد كورسيرا هادي. دونك هنا كاين بليزيور سوجي باغ اكزومبل سيونس دو دوني فوالا لي ديبلوم اوسي لي سيرتيفيكا كاين البيزنس اوسي لي تكنولوجي دو لانفورماسيون ديفلوبمون انسي دو سويت. Donc, Ada le troisième. Le quatrième,
C'était quoi? C'était edX. Donc edX. حتى هو كيديروا كولابوراسيون مع الجامعات، دونك اتلقى بليزيوغ يونيفرسيتي هنا بحال هارفارد، بحال بريكلي، بحال يونيفرسيتي دو تكساس خاصة بالسيستم. دونك هنا كتلقى لي فوندامونتو ديال الويب، اوسي لا بلوكتشين، بليزيوغ كور. دونك بليزيوغ كور فوالا. دونك غنمشيو هنا الخان اكاديمي، دونك خان اكاديمي اوسي اي لوفر لي كور. دونك هاد لي سيت اللي شفنا كاملين نخليهم لكم في لا ديسكريبسيون ديال لا فيديو. دونك هنايا فور افري ستودنت افري كلاس روم ريلز ريزلتس. دونك تو سامبلومون خان اكاديمي انا براسي كنت كنقرا فيها، فيها دي كور دو مات، كور دو بروغراماسيون، انسي دو سويت. دونك يسوفي انكم تكريو لو كونت ديالكم وغادي تمشيو لا بارتي كورسز وغتلقاو بليزيوغ كور، باغ اكزومبل الجبر انسي دو سويت. دونك انا في لا فاش كنت كنقرا في لونيفرسيتي، دونك تو سامبلومون كنت كنشوف لي كور دو مات من خان اكاديمي. دونك بالنسبه للكود او دوت اورغ حتى هي منصه خاصه بالكودين. دونك هنايا جوست جو بونس بور لي زعما دي كور فروم سكراتش بور يعني لي زونفون. اوسي كاينه كود ووردز. دونك هنا يوسف انك تختار لو لونغاج دي بريتي باغ اكزومبل لونغاج سي، و غتلقى دي كور ديدي هنايا كيكونوا دي تشالنج. Alors, Udemy, c'est la plateforme les maroufa. Fait des cours, fais m'abriti tout simplement. Il suffit qu'on ait un compte. Après, que tu choisis, soit maintenant certification informatique, réseau, kada, développement web, mobile, programmation de jeu, ainsi de suite. Donc, il y en a plusieurs cours. Donc, il suffit que tu choisis le cours les briti ou tu payes le. Le cours tout simplement. Donc dash by general assembly ou un kmelob akher plateforme les huwa la plateforme mister yani chi haja wara top. Donc naya hada plateforme start learning. Donc voilà par exemple start learning et il suffit je pense de créer un compte tout simplement. Fima ked start ki dyuk annaka tkriye compte. Donc c'est pas la peine de créer maintenant compte, mais d'abord on va voir comme la plateforme Rawa les Hua. Donc voilà le nom de Karcho, c'est Plural Site. Donc Plural Site c'est la plateforme les ana kan qaramna ou khafa hadak chi bel flous walakin ra ghadi tta3allem yani les technologies de tendance lhaqhom ou triqhom. دونك هنا غتلقى اي حاجه بغيتيها، بغيتي اي اس بي دوت نت، بغيتي ديفلوبمون سي، بغيتي ديفلوبمون برياكت، بغيتي بايثون، بغيتي اي حاجه بغيتيها كاينه هنايا. فوالا كاين دي كور فاش ما بغيتي. اي انا جو ريكوموند هاد البلاتفورم هادي. دونك كاين بليزيوغ كور وحتى لي فورماتور واعرين بزاف. دونك فوالا la plateforme l'akhira li kant khitam li hada video kant khitam misk hiya Pluralsight. Ou ntlaqaw inshallah bidin illah f une autre video. Salam alaykoum.